كنت بقول قبل الفاصل احنا لسه معانا ملفات كتيرة عايزين نتكلم عنها، ونبدأ بقى معاك خالد وملف هنا الاهلي، والسؤال المعتاد اللي طرحناه قبل كده بس حابين برضو نعرف وجهة نظرك، لان البعض كان بيقول ان دي حاجة ايجابية جدا فكرة التوقف هنا عشان يعني التوقف الدولي اللي حصل مع الاهلي، وربما يعطي موسيماني فترة هنا لاعادة ترتيب الاوراق لاعادة التشكيل بشكل بقى نهائي، لان لحد دلوقتي ربما مفيش تشكيل واضح بسبب اصابات او غيابات موجودة في الفريق. فبتشوف ده فعلا يعني او بتميل للراي ده؟ وافضل حاجه حصلت قبل التوقف فوز الاهلي على فيتا كلوب بالنتيجه الملحه دي، عارف بتخلي كل الدنيا تهدى وترتاح وكان باداء كويس. فالفتره دي فرصه لاعاده ترتيب الاوراق. طبعا هو احنا انت لعيبه عندك كتير اجهدت في المنتخبات، وعندك برضو تحدي صعب اللعيبه دي هتنضم لك على طول تسافر معاك للسودان، فانك تفكر ازاي تعمل التبديل والتوافيق دي. اللعيبه جايه تعبانه مجهده ان هي تشارك ازاي في مباراه صعبه، مباراه المريخ صعبه في اجواء صعبه، انت عايز تخلص على الامور، عايز على الاقل تخرج واحد من المنافسه عشان يبقى الموضوع قريب قوي. فالموضوع في ليه وعليه، انك مدير فني قربت شويه، شفت قطاع كبير من الناشئين بيتدرب مع الفريق، ومعلوماتي انا ان هو عاجبه كام عناصر مميزه، كمان يقعد ويشوف يتابع المعارين اللي عندنا بره. النادي الاهلي عامل تجربه كويسه جدا جدا استفاد منها، وجانا ثمارها الموسم اللي فات لما لعبت جاب لما خرج لعيبه للاعاره زي ناصر ماهر، زي اكرم توفيق، زي محمد شريف، زي كل اللعيبه دي. تخيل انت لو كنت اشتريت اللعيبه دي بارقام كنت هتشتريها بارقام بكام، انما رجعتها ودلوقتي هم عناصر اساسيه عندك في الفرقه. فهو في الفتره دي بص برضو على المعارين، شاف المعارين مين افضل واحد فيهم، مين محتاج ايه تتواصل معاه فتقول له، لو لاعب مثلا عايز تحفيز فتكلمه علشان تحفزه ويقول له ان مثلا المدير الفني بيبص عليك او احنا مهتمين بيك. دي جزئيه وملفات مهمه، بتشوف النواقص بتاعتك، ممكن بتشوف تتابع الملفات اللي ناقصه عندك او اللي محتاجه. لا كان وقت انك بتلتقط انفاس عند جزء معين وبعض لعيبه معينه انت بتبص على محتاجين ايه. عندك اللعيبه الدوليين اللي عندك اللي ما انضموش للمنتخب بتزودهم شويه، زي حسين الشحات، زي مروان محسن، زي اجاييه، زي بدري منون، كل دول فرصه طبعا انك مدير فني يشتغل عليهم، تخف الضغوط من عليهم شويه. حسين قصدي نتكلم بالاسماء، مثلا مروان كان تألق قبل الفتره وبدا يظهر قبل فتره التوقف، فانك تفضل محافظ او المدير الفني يفضل محافظ ويشوف ويدوس على اللاعب، يدوس على اللاعب بمعنى ان هو يعلي فيه بعض الجوانب عنده فيأهله، فده كويس بالنسبه لحسين الشحات، يديله فرصه يخف الضغوط الجماهيريه عليه شويه، يتكلم معاه اللعيب احنا مستنيين منه كتير. ففي اكيد ايجابيات حصلت كويس جدا. السلبيات طبعا الاجهاد، وده انت طبعا ده دورنا ودور الانديه اصلا ان هي تكون الوقود للمنتخبات، انما على المنتخبات ان هم يراعوا برضو حاله الانديه، وان هم ما يحطوش الانديه في ازمات في مواقف صعبه زي ما حصل في ايمن اشرف.